ومن ميدان التصوف ننتقل إلى ميدان آخر مثير للجدل وهو البدعة، وفيها رأيان متباينان مشهوران، أحدهما الرأي القائل بتقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة، وثانيهما الرأي القائل بتحريمها مطلقا. وقد ألف الإمام الشاطبي كتابه الاعتصام حول موضوع البدعة وتنازعه الفريقان. وقد تأملت كتابه الاعتصام وخلصت إلى نتيجة مفادها أن الإمام الشاطبي يعتقد أن البدعة مصطلح شرعي يقصد به كل محدثة تخالف أصول الشريعة وقواعدها وأدلتها العامة، أما المحدثة السالمة من المخالفة لعموم الأدلة والقواعد وكانت فيها مصلحة فلا يطلق عليها لفظ بدعة حتى لو لم يرد في مشروعيتها دليل خاص، بل هي محدثة مشروعة حسب حكمها المناسب من وجوب أو ندب أو إباحة، فهو بذلك يختلف اختلافا لفظيا لا حقيقيا مع من يقول بتقسيم البدعة. فقد قرر الإمام الشاطبي في الاعتصام أن تقسيم الإمام العز بن عبد السلام للبدع إلى خمسة أقسام ليس تقسيما حقيقيا للبدع بمعناها الشرعي المذموم، ولكنه من قبيل تسمية المصالح المرسلة بدعا، يعني البدعة الواجبة والمندوبة والمباحة سماها العز بن عبد السلام بدعا، لكنها هي في الحقيقة مصالح مرسلة، وأنه أطلق عليها وصف البدعة لأنه لا يوجد دليل خاص يدل على مشروعيتها بالنص. فقال الشاطبي: ما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح، إلى أن قال: وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه، يقصد العز بن عبد السلام، من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تتلاءم مع قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع، وهو يعني تسميتها بدعة من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. يعني لماذا سماها بدعة حسنة؟ سماها بدعة لأنه لا يوجد لها دليل خاص معين، ووصفها بأنها حسنة لأنها تدخل تحت القواعد العامة والأدلة الكلية، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا بهذا اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة. انتهى كلامه. وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام أيضا: هذا التقسيم أمر مخترع، إلى أن قال: لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. ثم سار الإمام الشاطبي على منهجه في تعريف البدعة، وهي المحدثة التي لا يرى فيها مصلحة، فحكم بالبدعة على بعض المحدثات مثل التزام الدعاء للأمراء في خطبة الجمعة، والذكر الجماعي بصوت واحد، واتخاذ يوم المولد النبوي عيدا، والتزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليلته، وإنكار الإجماع. ومما ذكر من البدع ذكر بدعة الظاهرية، وأنها تجارت بقوم منهم حتى فسروا الاستواء بالقعود في قوله تعالى: على العرش استوى. وفي المقابل حكم بالجواز على بعض المحدثات المندرجة تحت عمومات النصوص وكليات القواعد وتوجد فيها مصلحة ظاهرة، ورآها من المصالح المرسلة، مثل علم الكلام الذي يصفه البعض اليوم بأنه مأخوذ من فلاسفة اليونان، فقال: وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام، يعني فقال الإمام الشاطبي في الاعتصام: وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام، إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به.
وكذلك أيضا من الأمور التي رآها أنها ليست من البدع الكلام في دقائق التصوف، وأنه من الفقه الصحيح الذي لا تجري عليه البدعة كما قدمنا منذ قليل.